نتواجد الآن في منطقة كراج رفح، حيث يتواجد هنا مكره صحية كبيرة، مكره صحية لا توصف في هذا المكان. مياه المجاري متنقعة في هذا المكان. أوضاع مأساوية صعبة، لا تستطيع الخروج، لا تستطيع الخروج من هذا الشارع. انتشار البعوضة بصورة كبيرة في هذا المكان. هذا الشارع كان شارع حيوي، كراج رفح في خان يونس ما يعرف. ايش بتجيب لكم بعوضة هذا المكره؟ ايش وين رجلين؟ والله رجلين الولد، والله رجلين الولد لسه اللي في الدار كمان. هذه من البعوضة، بدنا نجيب لك الباقي، بدنا نجيب لك الباقي. والله لا تصير تعيط يا عم، شوفوا حلك راجل. رائحة لا توصف في هذا المكان، والمكره الصحية كبيرة جدا، لا يستطيع المواطنون الذهاب والإياب من الشارع غير بمعاناة.